اسمع يا عمار، السلام عليكم. دي الطياره اللي حصيت. محدوث يا اخي ولا فاضي؟ اقعد يا كوثر. مش قلت لك يا ابو سامية اقطع فريست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. انا اكره القليل حتى في العياء. يا اختي مش دي الطياره اللي حاصين؟ ايوه يا فندم، والترانزيت هيبقى في مطار شارل دجول. الا قولي لي كرسي المعلم ابو سامية صح كده يا شابه؟ ممكن اشوف البوردنج بتاع حضرتك ايه؟ بوردنج ايه يا اختي؟ هو احنا لسه كلنا عشان نحل ايه؟ وانا اختي وحياه ابوك عايز عجب غموز وكوبايه شاي. ارجوكي انا فرضك، انا مش هقدر اقعد جنب دول خمس ساعات، انا ممكن يجرى لي حاجه. وحياه اغلى حاجه عندك، انت كوافيرك اسمه ايه؟ اساس. وحياه اساس. تنقليني في اي حته تانية. ان شاء الله في ظل الطياره. انا اصلا فهمت ان الطياره كلها كومبلي، بس هشوف اقدر اعمل حضرتك. ارجوكي ارجوكي. ابويه تعالى. عاوز العب جيم. عايز تلعب ايه؟ على الدم. تلعب على ايه؟ ده ايه يا اختي؟ انت بتعملي في الواد كده ليه؟ لا دي عيال متربيه على الغالي. ودي بتعمل ايه دي الاخرى؟ طب ما يقولوا لنا نتشاهد احسن. مالك طرية كده؟ شايفة البنت المضيفة؟ بميت راجل راحة جاية راحة جاية صحتها بوم. أشوف فيك يوم كل أعوذ برب الفلك. النهاردة الخميس نجمها خفيف. طنط أنا عاوز أدوس. إيش روح العب بعيد. أنا عاوز أدوس يا أختي. ما تسيبيه يدوس ولاك منه جديد وغالي. يخلب بيتك. مالك يا اختي متعنطز على ايه من ساعه مركبنا؟ طبعا ما انت حطالي الاحمر والاخضر وعاملالي بقك ومصغرالي مناخيرك ونفخالي. لا يا حبيبتي كل ده طبيعي، انت عارفه اللي انت بتتريق عليهم كل ده متكلف كام؟ علشان يا اختي فلوسك راحت على الارض، ده هم اسبوعين رضاعه وهتتحصري على المصاريف. هو انا عبيطه؟ بالمناسبه بنصحك باللبن الصناعي بيوفر في العمليات. يحكوا عليك يا اختي، ما انت ما شفتيش صورتي وانا كان فيه في حلاوتي اهو. اتفضلي. ايه ده؟ واو دي انت؟ وايه اللي حصلك؟ دخلتي في تريلا؟ لا يا اختي دخلت في المعلم. طبعا ما انت اللي يدور عليكي يلاقيكي ما انتش متجوزه لا عيل ولا تيل ولا رضعه ولا بامبرز ولا قرف. الهي يا رب اشوف فيكي 10 ايام وسط العيال والرضعه والتطعيم وراجل شهرين وكرشه يتدلدل وحاله يتقندل وشخير واصوات طول الليل اشي من مراخير واشي من الحته التانيه. اوه برافو برافو. عايزه انام بقى. نامي يا اختي، ما انت ضامنه انك هتصحي متهنيه، لكن لو عارفه انك هتصحي زيي ما كنتش افترتش على مخاليق ربنا. خلاص انا عندي مؤتمرات وشوبينج. شوبينج للرقى. سينيهات شوبينج. نامي يا امو شوبينج. نامي يا امو سينيهات ومؤتمرات. نامي. يا بلبل بلبلة يا بلبل، عايز اكتر يا حبيبة حلود؟ والعيال دي مش هتروح المدرسة ولا ايه؟ كنت وحش امبارح يا بنت اللذينة. صينية عايزة تاكل. ماما صينية جعانة. صينية مين؟ دي. الله حلو قوي. يلا حبيبتي يلا صرفي صرفي. امشي برضو. واو كابوس 3D. ايه ده؟ مامي صنية عايزة تروح شعرات. وانا عايز كل فلوس عشان نلحق انزل. بلبلة اسر عايز يخير ويرضى. اسر
ناصر مين؟ عمر يا ماما. عمر مين؟ ماما مين؟ يرضع ايه؟ مين دول؟ ايه يا عصام؟ الناس دول ايه؟ انت عرفني دول مجنون؟ مجنون؟ تالت ميت مرة معاني دول السخيف ده فاهم ولا لا؟ استغفر الله العظيم يا رب، انت امنتي؟ يا رب مش قادر ادعي عليك. امي بقى امي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. اعملي لي قهوه يا سميكي. انت انا بابا مامتك شكلها ماتت ولا ايه؟ ايه؟ خير يا دكتور؟ المدام حامل. حامل؟ احنا مش قلنا تبطل شقه وعفرطه بقى بعد اسف؟ عملتوها انت اللي يا نعمه. حقيقه يا دكتور حامل؟ ايوه ايوه بالعبيطي انا بقى. ونبي يا دكتور افرح. انا هفرح. ها افرح؟ انت متاكد يا ابني؟ هو انا سباك صحي؟ بقولك حامل حامل. ربنا يخليك يا دكتور يا رب. انا هروح افرح ماما بقى. مبروك. يلا حبيب بابي. ماما حامل قالت انت. السلام عليكم وابي وفائي والبنين ان شاء الله. يا الله يا مدام. مدام مين؟ يا مدام بقى ممكن حضرتك تسيب الزكاتة؟ دكتور ممكن حوار على انفراد. قوي قوي. بس انت هتزعل مني؟ لا طبعا. وهي دي حاجة تزعل؟ وانا صحية؟ اه. والنعمة؟ طبعا. طب حضرتك خارج برا؟ اه. ممكن تقول لهم ان الانسة هناك الحلواني اتخطفت. انسة مين؟ اذا كان انا مولدك ثلاث مرات قبل كده. مولد مين انت يا؟ مولد مين يا؟ ها؟ مولد مين؟ ده انت اخرك دكتور بيطري تبص على الفراخ وهي بتبيض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرتقالي الكتير ده؟ المركبة دي انت مولدني انا ثلاث مرات. ايه؟ وايه اللي عمل فيك كده يا دكتور؟ لا ابدا.